طلعي على حركة إصبعتي يا خانم. أنا تعبانة وبدي نام على طول هيك، وما أنا عم تاكل. واضح. دخيلك دكتور، قل لي شو صاير لك؟ تعبانة نفسيا وصاير معها انهيار عصبي، لهيك الأحسن تاخدوها على دكتور نفسي. ماشي، أنا ما عندي مشكلة، بس لعند مين رح ناخدها؟ لوين؟ أنا بعرف دكتور شاطر، رح أكتب لكم اسمه وعنوانه. لو سمحت. رح أكتب على كرتي وقولوا له أنكم من طرفي ليهتم فيها أكثر. شكرا دكتور. بعرف إنه مو وقت هالحكي، بس كنت حابة إلكم شغلة. أنا فكرت كتير، يعني بعيشتنا هلأ أنا وغسان وأكتر شي بزهرة، هاي مو حياة بالذات بهالشكل. شو بدك؟ احكي بصراحة. أنا قررت أتطلق من غسان. نيفين، شو جنيتي؟ ليكي بعرف مرقتوا بمشاكل كبيرة، بس مو معناتها تتطلقي. طولي بالك شوي أمي، أكيد الأمور رح تنحل. برأيك رح نرجع مثل قبل؟ يمكن ويمكن لا كمان. مع هيك لا تستعجلي بقرارك لحتى ما تندمي لقدام. لنفرض اتطلقتوا، فكرتي وين رح تعيش زهرة؟ أكيد رح تعيش معي. نيفين، بركي المحكمة عطت حق الوصاية لأبوها، شو بتعملي؟ بالظروف الطبيعية المحكمة بتعطي حق الوصاية للأم. ليش أنت مفكرة ظروفك طبيعية لحتى يعطوك إياها بنتي؟ لو شو ما صار أمي، رح أعمل كل يلي بقدر عليه لأخذ بنتي. وينه مجد؟ ما بعرف، طلع من الصبح. شو بده يروح يساوي؟ شو بيعرفني؟ إذا ما أجي هلأ أنا رح روح دور عليه، بس هلأ رح أستناه شوي، بلكي بيجي. أنت روح على بيتك، ما في لزوم تضل هون. جميلة، أنت عم تقلعيني لأني قاعد ببيتك، فهمت؟ بس أنا ما رح روح، رح استنى برا.